خلاص فوتي، قلتلك ما في حدا، كلهم برات البيت. ايه احسن اذا ما في حدا. على فكرة انت كتير لذيذ. مرحبا. لك على اساس ما في حدا هون؟ مظبوط يا حبي، هاي خدامتنا ميسون. اجا بيك البيت وانتي لساتك قاعدة؟ قومي على المطبخ لشوف. شوكت يعني شوكت. شو بدي اعمل لها؟ هي عقلة ما بيجمع بنوب. لا تؤاخذيني حبيبة قلبي. ميسون يلا اعملي لنا قهوة. ليش واقفة؟ فوتي ارتاحي. كيف قهوتكم؟ وسط ولا سادة؟ شكرا ما في داعي، أنا ما بشرب قهوة. ميسون إلك سنين وما تعلمتيها بشرب قهوتي سادة. خليها تعمل لك فنجان. طيب بشربها وسط لو سمحتي. طيب شلحي الجاكيت يا روحي، خدي راحتك. بيتك حلو كتير. عيونك الحلوين. امتى ما بتحبي قليلي بحجز لك سويت بالاوتيل تبعي يا روحي. حلوة الفكرة، ما عندي مانع. شوكت بيك؟ يعني إذا بدك شي تاني قلي لأنه بدي فوتنا. لا ما بدي شي تاني، بس قبل ما تندفسي خدي فنجانين هالقهوة وجليون. لا مستحيل روح لعندك هلا، فتت على البيت ومالي خلق، تعبان كتير. بشوفك باي. شو اللي عم بيصير؟ مين هي؟ انت عن جد طلعت واحد تافه ولك؟ انت ما بتحكي بني ادم اه؟ لك انت مالك رجال، مالك رجال، لك انت واحد حيوان ما بتفهم. لك انا بدي اقتلك. يلا ولكن انقلع من البيت بسرعه. عم تضربني يا حقير يا واطي. لك انت وامك بلوي، ما بدي اياكم ببيتي. ليش ما عم تفهموا؟ ريحوني من قرفكم. لا انت فكر حالك رجال، لك انت كلب ما عندك كرامه. امي لا تخافي، انا هون جنبك. امي من شان الله لا تخافي، انا معك. امي بوس ايدك اهدي شوي. امي شو بك؟ امي طول ما انا عايش ما حدا رح يقدر يأذيكي. امي حبيبتي شو بك؟ لا تخافي يا عمري، انا معك يا روحي انتي. امي هذا الواطي انا رح ربي، لا تخافي، اهدي خلاص لا تبكي. امي لا تزعلي مني، يعني شفتي هالمنظر بعيونك وفوق مني عملتيهم قهوة كمان؟ كان ناقصهم القهوة. خير شوفي. تخيل يا عمي انه ابي جاب معه وحدة على البيت وعامل امي بطريقة كتير رخيصة وكأنها خدامة وطلب منها تعمل لهم قهوة كمان. والله انا رح اختنق من تصرفاته والشي اللي عم بيعمله فينا عمي. مزبوط اللي عم بيحكيه ميسون؟ شو الظاهر كانوا عم يشكوا لك عني ما هيك؟ ولك انت ما بتستحي على دمك، جايب لنا مرتك وحدة على البيت. لك انت شو جنسك؟ مو عيب عليك تتصرف هيك؟ قل لي ليش عم تعمل؟ ليش؟ اترك اخوك وبعد عنه يلا. لك قل لي شو بدك فيني؟ انا ما بحبها لمرتي وماني مجبور اعيش معك كل حياتي وانا مو طايقها. داني تعا ساعدني لنبعدهم عن بعضهم. الله يلعنك، انت واحد تافه. والله لندمك وبكره بتشوف شو رح اساوي فيك. ولك عين تحكي وترفع صوتك كمان؟ فكر حالك سلمه وعم بتهددني؟ ولك مو خجلان من حالك؟ انت رخيص، رخيص كثير. عمر الله يخليك، لا تطلع وانت زعلان، فوت شوي. امي انا ما عاد اقعد معكم نهائيا، افهموها. من زمان ساكت وما عم بحكي، قلت لحالي بركي بتحسوا وبتغير شيء، بس ما في فايده نهائيا، كلكم عم تغلطوا وما في حدا عم بيتصرف صح. بس خلص انا تعبت، رح استاجر بيت واقعد فيه لحالي. داني اذا بدك تجي لعندي فيك تجيب امك معك. مثل ما بدك عمي.
عمر عمر لو سمحت استنى شوي بس. فكر حاله شغلة كبيرة هالدكتور، اصلا انا هيك اريح لي بكتير. انت ايه بدك تحترم حالك؟ انت مريض وبدك علاج. عمر اسمعني وخليني اشرح لك موقفي وشو اللي صار معي. شو اللي بدك تشرحي لي يا بعد الشي اللي سمعته امي؟ شلون بتعملي صفقة رخيصة مع هيك زلمة حقير بس كرمال تتخلصي من جوري وتبعديه عنا؟ القصة مو مثل ما انت مفكر. بترجاكي لا عاد تبرري شي، اصلا انا سمعت كل التسجيل واللي ما سمعته بالتسجيل اجعاكف وحكالي اياه. لو سمحتي بكفي لهون.